السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي الطلاب، أرحب بكم مرة أخرى. بنستكمل مع بعض إن شاء الله درس الشكل الظاهري لنبات زهري. طيب، بعد كده بنروح لجزء آخر من النبات وهو الزهرة. طبعا الزهرة تعتبر من الأعضاء الهامة جدا والرئيسية في النباتات الزهرية. لما نيجي نعرف الزهرة بنقول هي عبارة عن ساق قصيرة متحورة للقيام أو لأداء وظيفة التكاثر. يبقى هي عبارة عن ساق قصيرة متحورة للقيام بوظيفة التكاثر أو لأداء وظيفة التكاثر. طبعا الزهرة الكاملة في النباتات وخاصة النباتات ذوات الفلقتين بتتكون من أربع أجزاء رئيسية بيسموها المحيطات الزهرية. المحيط الأول اللي هو بيسموه الكأس أو الكاليكس. الكأس ده يا شباب مقصود بيه الجزء اللي هو أوراقه بتكون في المعتاد لونها أخضر وصغيرة، وده الجزء الخارجي من الزهرة، ده بنسميه الكأس. والكأس وحداته أو أوراقه اللي هي الأوراق اللي قدامنا دي بنسميها السبلات. يبقى كل ورقة من أوراق الكأس اسمها إيه؟ سبلة. طيب التويج ده المحيط الزهري الثاني اللي بعد الكأس إلى الداخل، إلى داخل الزهرة. ده عادة أوراقه بتكون أكبر حجما من السبلات وبتكون ملونة، وبنسمي الأوراق دي البتلات. يبقى دي إيه يا شباب؟ بنسميها بتلة. يبقى إذن التويج هو عبارة عن مجموعة من البتلات. طيب المحيط الثالث والرابع هم دول المحيطات اللي بتقوم بوظيفة التلقيح والإخصاب، وهو محيط الطلع ومحيط المتاع. محيط الطلع ده بيمثل عضو التذكير في الزهرة. ده الوحدات بتاعته أو الأوراق بتاعته بيسموها الأزدية اللي احنا شايفينها هنا دي. كل دي اسمها يا شباب أزدية الطلع. كل سدى من هذه الأزدية بتتكون من جزئين. الجزء ده بنسميه المتك، والجزء اللي تحت ده اسمه الخيط. يبقى هنا كل سدى من أزدية الطلع اللي هو عضو التذكير في الزهرة عبارة عن متك بيحتوي داخله على حبوب اللقاح، بالإضافة إلى خيط بيحمل هذا المتك إلى أعلى. هذه السدى اللي بتتكون من خيط ومتك دي بنسميها سدى خصيبة، يعني فيها متك بيحمل داخله حبوب اللقاح. لكن أحيانا في بعض الأزهار بنجد إن الأسدية بتكون عقيمة. يعني إيه عقيمة؟ يعني السدى عبارة عن خيط بدون متك، ودي يعني إيه بتكون موجودة في بعض الأزهار، وعادة بتبقى الأسدية العقيمة عددها قليل، لكن الأسدية الخصيبة هي عددها أكثر طبعا. المحيط الرابع اللي احنا بنسميه المتاع ده العضو التأنيث في الزهرة، والوحدات بتاعته أو الأوراق بتاعته اسمها الكرابل. لما نيجي نشوف مثلا الزهرة اللي قدامنا دي، أدي كربلة اللي هو عبارة عن الجزء ده كده والجزء ده، وبعدين بتنتهي بالجزء ده. خلاص يا شباب؟ أهو يبقى أنا عندي دلوقتي الكربلة عبارة عن الجزء المنتفخ اللي تحت ده. ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه المبيض اهو. يبقى انا عندي الجزء اللي تحت ده كله المنتفخ ده جزء من الكربلة اللي احنا بنسميه المبيض، وده بيحمل داخله عادة بويضة واحدة او عدد من البويضات. طيب فوق المبيض بيبقى في عندي جزء طويل ده بنسميه القلم، والقلم بينتهي في النهاية بالميسم اللي هو بيستقبل حبوب اللقاح. يبقى انا عندي الكربلة الواحدة بتتكون من مبيض وقلم وميسم. كل كربلة بتتكون من مبيض وقلم وميسم، والزهرة ممكن تحتوي على كربلة واحدة، ممكن تحتوي على أكثر من كربلة. طبعا كل الأجزاء الزهرية دي بتكون محمولة على الجزء السفلي ده اللي هو بيبقى موجود في نهاية عنق الزهرة اللي احنا بنسميه يا شباب بنسميه التخت. يبقى إذن الزهرة الكاملة بتتكون من أربع محيطات: كأس، تويج، طلع، متاع. أعزائي الطلاب، النموذج اللي معانا هنا بيوضح لنا تركيب الزهرة. طبعا ده تركيب لزهرة كاملة من ذوات الفلقتين بتتكون من أربع محيطات زهرية: الكأس، التويج، الطلع، والمتاع. طيب الكأس عندنا هنا بيتكون من وريقات حجمها متوسط، قد تكون خضراء أو قد تكون حرشفية أو قد تكون ملونة، اللي هي بيطلق عليها السبلات. كل ورقة منها اسمها سبلة، وده المحيط الخارجي من الزهرة. يليه بعد كده محيط التويج اللي هو بيتكون من أوراق ملونة عادة، كل ورقة من هذه الأوراق بيطلق عليها بتلة. إذن التويج بيتكون من مجموعة من البتلات. بعد كده بنشوف الطلع، والطلع ده عضو التذكير في الزهرة بيتكون من أزدية، كل واحدة من دي كده اسمها سدى. السدى بتتكون من خيط ثم متك.
يبقى كل سوده بتتكون من خيط ومتك، والمتك بيحتوي داخله على حبوب اللقاح. كل متك من المتوك بيتكون من فصين، وكل فص داخله كيسين من اكياس اللقاح. بعد كده بنجد في مركز الزهره المتاع، وده عضو التانيث في الزهره، وبيتكون من الكرابل، يعني كل الجزء اللي احنا شايفينه في النص ده اسمه كربله، والكربله بتتكون من مبيض ثم قلم ثم ميسم. طبعا المبيض بيحتوي داخله بويضه واحده او عده بويضات، والميسم فوق هنا بيستقبل حبوب اللقاح اللي قادمه من زهره اخرى او من متك نفس الزهره.